وبرني بضالي ولعاني ولعاني حياتي قد ايه احنا مبسط اليوم. قولتك وين فينا نلاقيها؟ مع مين فينا نحكي هون؟ هون شي محل جوا يمكن. حو بركي هذا. هاي معلم. استاذ يا معلم. مرحبا. مرحبا. وحياتك فينا نحكي مع ست نوال زغبي لو سمحت؟ مين بتكون حضرتك؟ الا الفنان فوزي بولوزي وخطيبته الخواصر. خواصر على شنو؟ ام ولادي، خطيبته ام ولادي هي بتعرف. عليكم دي. يلا. ليه ودخلك عشان عم تتسمسم هيك؟ بلا تسترك ساتر ما عرفنا هيدا حرام. ما بيحضر حبيبي، ما بيحضر تلفزيون. انا الاغاني تبعولي مكسرين بافريقيا اكثر. يا قبرني موديلك والوانك يا قبرني. تأخري طيقتها بركي مشغولة أو شو؟ يلا حبيبي عنا 100 شغلة يلا ما بتعرفكم. نعم؟ شو؟ ما بتعرفكم هذا. لا الفنان فوزي بولوزي مطرب درجة 10. فوزي ولا موزي؟ هي مطربة درجة أولى، نحن مطربة درجة 10 إلا أخي. أنا يا حبيبي عاد لحظة طارقين مشوار جايين من آخر الدنيا كرمال حضرتها يعني معقول؟ لبرا عملوا معروف. ليك يا أستاذ أنتوا هلا لايف على الهوا لايف؟ إيه لايف. نحن هلا بدنا نفوت نشارك. أنا عندي هلا مقابلة على الصومالية على الفضائية الصومالية. ما بتعرفكم أنا إيه؟ أنا كنت رحت على الفضائية الصومالية لشو جيت لهون لايك؟ عنا حقوقنا بقى. هاي الأغنية الأخيرة اللي عم بتغنيها هيدي لإلي، هيدي أخذها مني واحد تركي وغير لها كلماتها وألحانها رجع باعها إياها. انا كنت بعت اياها بسعر الجمله. انا 200 دولار كنت حاسب لي اياها مثل نص القلب اللي دفعت لي عليها 100 دولار. بعد في عندي 100. انا عايزك اليوم تقول لي اليوم وبكره وبعد بكره. هي بتعطيك النص الثاني واخر الشهر. انا مش مضطر اوصلها للمحاكم هيدي القصه خبره، الا انا بوصل المحاكم هاي ال 100 دولار بدي احصلها على فكره. الا هي الخسرانه. وهو الاغاني الجداد اللي عم بغنيهم كلهم لالي. انا بعرف العاطفيه بس انا الا انه انا حقوقي بدي طالب فيها. تعا يقبرني موديلك والوانك. تعا يا حياتي نص القلب رسمت لي وكتبت لي اياه. انا بدي النص الثاني. دخيلك انت وياها.